فيه وقت محدد ولا ما فيه بعد؟ يعني يمدك. بسم الله جاهزة؟ طيب والله شفتها الحين، والله فتحت الملاحظة شفتها أول واحدة. تفكر طبعا ما في أغلى من الأم. أوه. والله تحية للأم. أي والله. يعني الله يخلينا أمهاتنا ويرحم أمهات المسلمين ويشفي أمك. الله يتزكى. أي والله العظيم. ومرضى جميع المسلمين. آمين. فالآن فتحتها هي اللي موجودة. بسم الله. أمي يا حبا هوى يا قلبا أعشق دنيا يا شمسا تشرق في أفقي يا وردا في العمر شدا يا كل الدنيا يا أملي أنت الإخلاص ومعنى فلا أنت عطاء من ربي فبماذا أحيا لولا ماذا أهديك من الدنيا قلبي أم عيني أمه روحي أنفاسي أم عمري والكل قليل أوى أمي يا حبا هوى يا قلبا أعشق دنيا يا شمسا تشرق في أفقي يا وردا في العمر شدا ماذا تذكر يا أمي لا يوجد شيء ننسى فالماضي يحمل أزهارا والحاضر تبسم شفتا ما زال حنانك في خلدي يعطيه سرورا يرعاه يعطيه سرورا يرعاه يعطيه سرورا يرعاه الله يخلينا.